بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا إخواني كما ترون هذا هاتف الـ A515 سامسونج، هاتف الـ A51، وهذا المشكل LCD لايت. سوف نقوم بتتبع مسارات الإضاءة الخاصة بهاتف سامسونج الـ A51. إذا كما ترون هنا هذا هو أي سي الشحن كما ترون هنا، وهذه هي مسارات الفيبات التي تخرج من الاي سي، وهي تمر عن طريق هذه النقط هنا، بعد مكتفات الى هذا الملف، الى هذه المكتفات، ثم تمر من هنا الى هذه المكتفات، نعم، ثم تدخل الى اي سي الاضاءة. هذا هو اي سي الاضاءة، ومن اي سي الاضاءة تخرج بعض المسارات الأخرى التي تقوم بتغذية الشاشة كما ترون. فهنا بعض الخطوط الموجودة هنا، فهذا الخط الأخضر فهو يأتي من هذه النقطة كما ترون هنا، ثم هذا الخط فهو يذهب إلى هنا، وهذه هي جميع المسارات التي تخرج من اي سي الإضاءة وتذهب إلى كونكتور الشاشة كما ترون هنا. فإذا كان هناك مشكل في الإضاءة، إضاءة الهاتف، فما عليك سوى الذهاب إلى هذه النقاط وتقوم بعمل تشيك لهذه النقاط والفولتات الخارجة من هنا، هل هي سليمة أم هناك مشكل، ويجب أن تحدد المشكل أين هو بالضبط، ويسهل هنا عمل أو حل المشكل.